مشاهدينا ورجعنا لكم مرة تانية، ودلوقتي هنتكلم. عايزين نعرف اتنين كفاية، كل أسرة المفروض تجيب طفلين بس. طيب ليه المفروض نجيب طفلين بس؟ ولو احنا موافقين وراضيين على القرار ده ان احنا نجيب طفلين بس، ازاي ننفذ ده؟ ازاي ما غلطش في التالت وفي الرابع ويقول ايه جت غلطة؟ تمام، خلي بالك ان احنا اما بنجيب طفلين بس بتعرفي تهتمي بيه ماديا، تعرفي تدخليه مدرسه كويسه، تعرفي تجيبي له حاجه هو نفسه فيها، هتبقى الحياه اهدى. نفسيا كمان هتقدري تهتمي بيهم، توديهم تمارينهم بقى، تنزلوا تخرجوا، هيكبروا بسرعه، فمش هيبقى لسه في اطفال تانيين صغيرين، فانت هتعرفي تشمي نفسك وتعرفوا تنزلي انت وجوزك تخرجوا وتتبسطوا، الحياه هتبقى اجمل واهدى. فخلينا نتكلم ليه نجيب اتنين بس وازاي هننفذ ده. برحب بضيوفي منوريني في الاستوديو، الدكتور عصام الروبي الداعيه الاسلامي، اهلا وسهلا يا دكتور. وكمان برحب بضيفي منورني وبينورني على طول، استاذ علاء عبد العاطي معاون وزير التضامن للرعايه الاجتماعيه، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. وكمان برحب بالدكتور عمرو حسن استاذ مساعد نساء وتوليد ومؤسس حمله انت اهم. اهلا بيك. انت اهم. انت الاهم. انت الاهم. متابعك انا على فكره على طول. بتعملوا شغل كويس الصراحه فعلا، يعني منوريني يا جماعه. طيب استاذ علاء، ليه نجيب اتنين بس؟ عشان ايه؟ لان الزياده السكانيه خطر على التنميه. ومن معوق اساسي من معوقات التنميه، وخصوصا ان احنا مصر دلوقتي حطت استراتيجيه للتنميه 2030 وبتستهدف العداله الاجتماعيه، بتستهدف القضايا السكانيه، ان احنا نوصل لاعلى معدلات التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه في خلال عام 2030. فطبعا النمو الزياده السكانيه بتعوق لما لها من ارتباطات وثيقه بالبطاله والاميه، فطبعا بتعوق عمليه التنميه المنشوده اللي بتاملها مصر. طيب خلينا دلوقتي نتكلم، يعني معظم الستات اللي في المدن او الاسر اللي في المدن عندهم وعي كامل بالكلام ده، تمام؟ احنا دلوقتي احنا بنعمل التوعيه دي لمين؟ بنعمل التوعيه دي للناس البسيطه في القرى وفي المحافظات، عايزين ان احنا نوصل لهم المعلومه بطريقه هم يفهموها، تمام؟ فانا عايزه اقول للستات والرجاله اللي في القرى وفي المحافظات اللي بيتفرجوا علينا، ليه ما نخلفش غير اتنين بس يا جماعه؟ ليه؟ خلي بالك في فلاحين كتير يحب بيجيب بالعشره وبالسته وبالسبعه، ليه؟ بيخدموا، يخشوا ينزلوا في الغيط، بيجيبوا فلوس، فاهم قصدي؟ فاحنا نقول لهم ايه دول بقى؟ عايزين نوجه لهم هم رساله. بصي، هو بالبلدي كده وبالكلام التلقائي بتاعنا بتاع الشعب المصري، ان الولاد دي مفاهيم مغلوطه داخل المجتمع المصري وثقافات متعدده في كل ربوع مصر. في بعض القرى وفي الريف بتشوف ان الولاد الكتير عزوه، وبتشوف ان الولاد ممكن هجيبهم عشان اقدر ان انا يشتغلوا، دي كلها مفاهيم عزوه لو معايا اصرف عليهم. دي بالفعل، انما انا مش ممكن اقتصاديا اوريدي. فاوريدي احنا كمان كوزاره التضامن الاجتماعي احنا بنستهدف الاسر المستفيده من برنامج تكافل، يعني اوريدي اسر معدومه او تحت خط الفقر. ايوه. فبالتالي بتاخد معاش تكافل من وزاره التضامن الاجتماعي، فبالتالي انا بستهدفهم اوعيهم ان الاسر اللي بيبقى عندها من طفل لثلاث اطفال، ان انا بوعيهم ان ما تجيبش تاني لغايه، عشان الخطر بتاع دوت على اساس انت تتمكن اقتصاديا واجتماعيا. احنا بنستهدف 1,148,000 سيدة مستفيدة من برنامج تكافل على مستوى 10 محافظات، العشر محافظات دي الأكثر خصوبة. لقينا ان المحافظات دي فيها، ليه بتقول سيدة مش أسرة؟ ما هي سيدة يعني أسرة، سيدة مستفيدة. ما هو معاش تكافل بتاخده السيدة، بتاخده الست، بتاخده السيدة. أيوه. فالسيدة مستفيدة هي الأسرة المستفيدة. فمليون و148 ألف. أنا كنت عايز أفهم نقطة، إن الست هي اللي بتاخد المعاش. بالظبط. مليون و148 ألف و861 أسرة مستفيدة من برنامج تكافل. بنستهدف السيدة المستفيدة اللي في الفئة العمرية من 15 ل 49 سنة، على أساس إن لقينا في نسبة، بيقعدوا يخلفوا يا دكتور من 15 سنة، من وهي عندها 15 سنة لحد ما يبقى عندها 50 سنة تقعد تخلف عيال. ما هي دي المفاهيم المجتمعية المغلوطة. طبعا اكيد هي دي المفاهيم اللي اغلبيه بالعيال، مش عارف ايه الكلام اللي هو لحد ما بتقضي عليه. بالظبط، بتجيبه ارضا. ما فيش عارف يقوم، فبيطفش وتلبسه 100%. فهي احنا وجدنا من خلال برنامج تكافل وكرامه اللي بنشتغل عليه في وزاره التضامن الاجتماعي، ان عندنا نسبه 10 محافظات فيها اللي هي النسبه الاعلى خصوبه، تمام؟ وفيها كمان مين بقى المحافظات الاعلى خصوبه دي؟ مهمه. الاعلى خصوبه هنتكلم في البحيره،
سوهاج، بني سويف، المنيا، الجيزة، الفيوم، الأقصر، أسوان، هنا. شكلهم ما عندهمش مشاكل. دول العشر محافظات الأكثر خصوبة. وتلاقيهم الأكثر فقراً. هي ده أنا عايز أقوله. وفي نفس الوقت مثلاً وفي نفس الوقت زي ما دكتور عمرو يعني بيتكلم هي دي فعلاً بيبقوا هم أكثر إيه فقراً. إيه إيه المتعة إن أنا أجيب عيال عشان أشحت عليهم؟ عشان ما بقاش عارفة أكلهم منين؟ يعني إيه المتعة في كده يا دكتور عصام؟ رأيك إيه في الموضوع ده؟ الناس دايماً بتحب تعرف رأي الدين. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وبعد. وحقيقة الإسلام دين سمح، بداية لم يلزم الزوجين بإنجاب عدد معين من الأولاد، كما لم يؤثم أحدا بعدم الإنجاب. بمعنى مثلا لو أن الزوجين اتفقا فيما بينهما على أن ينجبا ولدا أو ولدين أو ثلاثة، هل هم في هذه الحالة عليهم ما عليهم من الإثم؟ الجواب لا، كما أن الإسلام لم يوجب عليهم أن ينجبوا عددا معينا، فالمسألة فيها سعة. ولذلك القرآن أشار إلى تنظيم النسل إشارة قرآنية واضحة لا ينكرها أحد، كما في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لو سنتين بالضبط، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فإذا القرآن أراد أن يعطي للولد حقه من الرعاية والتنشئة والتعاهد والاهتمام. العبرة ليست بكثرة السواد الكبير من الأولاد وبعد هذا ننجب للمجتمع عاهات بالضبط لا علم ولا أخلاق ولا أدب ولا سلوك، وهذا مما تعم به البلوى. أيوة، لو ما واحدة تخلف ستة هتعلمهم كلهم إزاي؟ ولا يعني سيبك من تعليم المدارس، حتى المبادئ شقة. اللي هي نعم. ان هو بني ادم يطلع سوي، هتقدر عليهم هم السبعه؟ هيبقى عندها وقت ليهم هم السبعه؟ مساله شاقه ومساله مرهقه غايه في الارهاق طبعا. ولذلك يقولون لن يبلغ البنيان يوما تمامه اذا كنت تبني وغيرك يهدمه. طب انا بتكلم مع ناس كتير ناس بسيطه، يعني يقول لك ده العيل بيجي برزقه، وانا هقطع رزق ربنا؟ وانا ما تقوليش كده لحسن، ده حرام. ما انت لا، هو ليس حرام، هنخلف هو كل عيل وبيجي برزقه، ما نتكلمش. هي دي الثقافه، ربنا دعانا الى اعمال العقول. انا كانسان ينبغي ان اعمل عقلي وان انظر امامي وان انظر في مستقبلي، ما ينبغي ابدا ان اضع نظري تحت قدمي. هذه مصيبه. الان لو انسان مثلا ظروفه المعيشيه متوسطه وربما لا يصل بحياتي الى متطلبات الحياه الضروريه من ماكل ومشرب ومسكن، انا هخلف اولاد والنهايه ايه بعد هذا؟ طب المساله العقائديه وفي السماء رزقكم وما توعدون، نحن عندنا عقيده بان ربنا سبحانه وتعالى قال في القران نحن نرزقكم واياهم، وقال نحن نرزقهم واياكم. هذه مساله معروفه، لكن هذه المساله ينبغي الانسان ان يكون ذا مال وفير وعنده الصحه وعنده ما يساعده على الاولاد وعلى التنشئه. أيوة، ربنا بني اعلى فكر بيه. معايا فلوس اجيب طفل اصرف عليه واعيشه عيشه كريمه عشان هو ما يتهنش وانا كمان ما اتهنش بيه، تمام؟ اجيبه لو انا ما عنديش قدره ماديه دلوقتي، ما فيش مانع ان انا اجل لحد ما يبقى عندي قدره ماديه ان انا اخلف. ولذلك اقول لحضرتك هنالك قاعدتان اصوليتان في علم الفقه جميلتان عظيمتان. قاعدة تقول التكليف بقدر الوسع، بمعنى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. يعني إيه؟ يعني التكليف في الإسلام بقدر الوسع. أنا أمور المعيشية والمادية لا تسع أكثر من ولدين، إذا أكتفي بالولدين. أمور المعيشية لا تسع إلا ولدا واحدا أكتفي به. طب أنا ربنا زادني ساعة في المال بسم الله ما شاء الله، أنا لا يمكن أبدا أيضا أن أقيد عليك ولدا أو ولدين. هكذا ينظر الإسلام. الإسلام أيضا الضرر يزال. لو أنا هخلف أولاد بكثرة كتير جدا، والأولاد كما قلت هذه الكلمة سوف يعني أتيح للمجتمع عهات مستديمة. يبقى أيوة. كده أنا آثم. أين حقه من التعليم؟ أين حقه من الرعاية؟ أين حقه تربية. من الاهتمام، من التربية، من التنشئة، من التقويم، من التهذيب، من الأكل الكويس، حقوقهم مهدرة، كل حاجة طبعا. يبقى مينفعش. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. ولذلك أنا أتفق مع ما قاله في زعلاء تماما. حاجة بقى تانية هسألك عليها. نعم. دلوقتي إحنا بنقول كل أسرة تخلف اثنين، الراجل اللي بيتجوز اثنين دول نعمل فيه إيه؟ خلف من كل واحدة اثنين. خلف من كل واحدة اثنين. خلف من كل واحدة اثنين. هيخلف من كل واحدة اثنين. انت تعرفي حضرتك ولا هيعمل ايه؟ تعرفي حضرتك ان الستات يعاندنا
بعضهن في بعض بموضوع الانجاب، لو ان الاولى انجبت مثلا ثلاثه هو يحسبني في ايه؟ انت بتزعلني في ايه؟ بالضبط نعم. ويتبادر فيما بينهما وبسم الله ما شاء الله. عشان يستاهل، ما هو ابن حلال ويستاهل. يستاهل هو اللي عمل كده في نفسه من الاول يا دكتور، ولا رايك ايه؟ طيب دلوقتي دكتور عمرو، في وسائل كتير لتنظيم الأسرة والتنظيم موضوع الحمل، احنا بنبقى محتارين فعلا ايه مين هي الطريقة الآمنة، وكل شوية بيطلعوا بحاجة جديدة والواحد باخ صراحة مش عارف يعمل ايه. ايه الطريقة الصح الآمنة، وانا عارفة ان في طرق كتير وكل واحدة بتختلف عن التانية. خليني قبل ما نرد على الطرق نتكلم شوية عن الأرقام. نقول ان احنا كل 15 ثانية في طفل في مصر بيتولد، يعني ما شاء الله الله أكبر، يعني في كل دقيقة بيتولد 4. انتي في فترة أقل من 6 شهور بتجيبي مليون، يعني احنا في السنة بنزيد أكتر من 2 مليون نسمة وشوية. وبيموت كام؟ لا ده 2 مليون وشوية، ده بعد ما بنشيل كمان الوفيات، يعني احنا بنزيد بعد ما بنشيل الوفيات احنا مصر بنزيد أكتر من 2 مليون نسمة وشوية. الرقم ده كبير جدا، يعني سكان دولة كاملة زي قطر كلها على بعض 2 مليون نسمة، يعني أنت كل سنة. ما في ناس هتقول لك شوف الصين، لا من هرد، طب من هرد عليك، يعني انت كل سنه بتولدي دوله كامله، بس اكيد بتولدي دوله كامله بدون غاز ولا بترول ولا اكتشافات جديده تساوي الدوله. قاره زي اوروبا كلها على بعض في السنه بتجيب 5 مليون نسمه، بتزيد 5 مليون نسمه، يعني احنا بنزيد حوالي زي نص قاره كامله. طب الصين والهند هم فين؟ هم فعلا عددهم اكبر مننا بكتير، بس معدل الزياده السكانيه في مصر دلوقتي اكتر من 5 أضعاف اللي موجود في الصين وفي الهند. هم عددهم كبير، بس هم دلوقتي حطوا استراتيجيات للسكان وقفت. انت المعدل مشكلتك في مصر مش في العدد، هي في معدل الزياده السنويه. معدل الزياده السنويه في مصر هو اكتر من 5 أضعاف اغلب الدول اللي حوالينا. طب ده معناه ايه؟ معدل الزياده السنويه دي يعني كل سنه انا محتاج ابني مستشفيات، مدارس، اوفر فرص عمل جديده، وانت مش قادره تعملي كده. فده يساوي ان احنا بالريت اللي انت ماشيه بيه ده، هو ده يساوي مزيد من الفقر، مزيد من الجهل، مزيد من البطاله طبعا، وفي الاخر هو ده يؤدي الى مزيد من الديون، ان مصر تستدين عشان تقدر توفر للناس. ويؤدي الى عدم الرضا الناس. ما هو انت في الاخر يعني فيديو زي اللي امبارح الناس بتتكلم عليه، اللي هو كان بيتكلم يقول لك انا من سوهاج ومش لاقي ومش لاقي، ما هو ده ليه؟ ما عشان هي الاسره مخلفه كتير. فيبقى انت لما هتقدري تخلفي عدد معين، تقدري تصرفي عليه، تقدري تربيه، تقدري تعلميه، تقدري توفري له فرص طبعًا عمل، هو هيبقى مبسوط، هيبقى وانا مبسوطه بيه، وهيبقى عنده انتماء للبلد، وهتقدري تقضي على الجريمه. بينما انت في الفيديو بتاع امبارح هتلاقي ناس كتير متعاطفه معاه، مع ان هو بيعمل حاجه غلط، بس علشان هي الناس بقت شايفه ان الفقر منتشر. الفيديو اللي هو كان الاطفال وشباب في بورسعيد يهربوا. فهي ان انت المشكله دلوقتي بقت ايه؟ ان انت الفقر والزياده السكانيه بيزودوا بعض، والزياده السكانيه هي اساس المشكله. وحولوا الاطفال دول على فكره لسلعه، يعني في اطفال كتير اتحولت لسلعه، سواء سلعه للتهريب، ما هو ده تحول لسلعه، تحول لسلعه جنسيه في بعض الاحيان، لانه بيتضر هو اول واحد بيقع عليه الضرر. طبعا هو مش عارف يعيش، ما هنا دي مش عارف يعيش، زي ما قلت لك انتمائه حتى للبلد نفسه. وانا يا جماعه اذا كان الاغنياء بيجيبوا 2 3 يعني الناس الاغنياء اللي معاهم فلوس ما بيجيبوش العدد ده كله، يبقى الفقراء اللي بتلاقيين ياكلوا الاقيهم مخلفين بال7 وال8. طب فين المخ؟ طب بتكلم بجد، دي حقيقه. والعقل يعني انا متاكده ان في ستات كتير بيجوا لك العياده وناس يعني مقتدرين وتمام، يقول لك لا انا عايز امنع. طبعا، لان هو لان عايز تعيش حياتها، عايشه اصل حياتها، عايزه تعيش، وعاوزه تربي عيالها كويس، تربي اولادها، عشان هي عندها وعي، عشان هي فاهمه. هي موضوع وعي وموضوع تعليم. خلي بالك التعليم بيفرق جدا. هو لما قال لك ان احنا المحافظات دي اكتر محافظات فيها خصوبه عاليه، هي دي عشان اكتر محافظات اكثر فقرا، اكثر محافظات ما فيهاش تعليم. ما هو الست اللي هي مش هتتعلم، اللي هي من عندها 11 12 سنه، هي دي اللي هتتجوز وعندها 12 سنه، ما عشان عايزين يخلصوا منها فتره طبعا. عشان يعني انا بشوف بيوت كتير يا استاذ علاء، هم عايزين يخلصوا من بنت حمل، ما هي مصاريف وبتاكل، فيجوزوها وهي 12 13 سنه على فتره خصوبه ليها، ترجع بعيالها، يعني بترجع بعيالها. ما هو ده اللي بيحصل، هي اعلى فتره خصوبه، فهي من 12 ل 20 تكون عملت لك 6 7 عيال ورا بعض، هي كل سنه تحمل تولد تخلف. يعني انا ولا هي حاسه بيهم ولا عندها انتماء ليهم، وخلفتهم وهي طفله اساسا، يعني هي طفله وهم اطفال، وكارثه ثانيه. يعني انا بقول لك في الاصل يعني قصه دايما متكرره، يجي لي واحده حامل في جنينها السادس، لما اقول لها انت عندك كام سنه تقول لي دكتور ما اعرفش، بص في البطاقه.
لما تبصي في البطاقه تلاقي ان هي عندها 20 سنه وده الحمل رقم 6، لما تبصي في وشها تحس ان هي عندها حاجه و40 سنه. الحمل والولاده المتكررين المتعاقبين ما هو جوزها طبعا ما لا بيوديها للدكتور ولا بيديها يقدر ان هو يجيب لها الادويه ولا الفيتامينات. طب الناس دي تمنع الحمل ازاي؟ احنا دلوقتي بنكلم الناس البسيطه يمنعوا الحمل ازاي؟ ان احنا الاول نقتنع ان احنا باهميه احنا ليه عاوزين ما نخلفش الا اثنين، اهميه تنظيم الاسره، ان احنا نفهم الناس ان اسره صغيره تساوي حياه سعيده. اقول للست لما تقدري تخلفي اثنين هتقدري تحافظي على صحتك، هتقدري تهتمي بجوزك. ما هو الست اللي بتخلف سبعه ايه اللي هيحصل بعد شويه؟ بص هيسيبها ويروح يتجوز واحده ثانيه، وهي فعلا ده اللي بيحصل في مصر، ده اللي انت قلتيه، هي اللي لبست العيال، هي اللي قاعده بالعيال، هي اللي هتلبسهم وعيالها. احنا اللي ما بنرميش عيالنا، انتوا بترموهم عادي الصراحه. طب انا لا مش كله، لا هحكي لك ده هزار هزار. يعني من احد القوافل الطبيه اللي كنا بنعملها في انت الاهم كان في الخصوص، قصه متكرره، الولاد والبنات يخشوا عليا اقول له انت عندك كام سنه؟ يقول يا دكتور انا عندي 17 سنه، هو طبعا شكله عنده 12 سنه، حاجه بقت منتشره جدا في مصر اسمها التقزم بسبب سوء التغذيه، انك تلاقي الناس احجامها صغيره جدا ورجليها مقوسه. فلما اقعد اساله ولد ولا بنت اقول له هو انت بتروح مدرسه؟ يقول لي لا. اقول له ليه؟ نفس القصه مكرره، الاب طلق الام، الام دي جابت 7 اطفال وهي اللي بصراحة. هو يروح مطلقها ويروح يتجوز واحده جديده. طبعا انا حضرتك معترف. طبعا ما هو ده اللي بيحصل. طيب طب انا هكمل لك بقيه القصه. الام طب زي ما بتوعوا بقى الستات ان هم يوقفوا خلفه، ما توعوا الرجاله يا استاذ علاء ان هو اما يخلف يلتزم بعياله. لا ما هو المفروض ما يخلفش من الاول كل العدد ده. انا هكمل لك القصه. لما اسال الولد طب انت بتروح المدرسه؟ يقول لي لا. يقول لي يا دكتور انا معيش ثمن التوك توك اللي اروح بيه المدرسه. يا حبيبي طب انت بتعمل ايه دلوقتي؟ هو دلوقتي سواق توك توك. يقول لي انا في اليوم بكسب كويس، بكسب في اليوم بال 180 و 190 جنيه. فهو ارسمي حياته بقى، هو ده، هو دلوقتي هو سواق توك توك، بس ممكن بعد سنتين ثلاثه يشتغل حاجه اجراميه ثانيه. طبعا اخته اللي خرجت من المدرسه وهي عندها 12 13 سنه، ما هي دي اللي هتتجوز ثاني وتعيد ثاني نفس ماساه امها. ولما اساله على الاب يقول لي الاب ملوش علاقه بيهم، ما بيشوفهمش اصلا، ما بيروحوش. ونقطه كنت دايما انا بيتفاشوا، ودايما نقطه انا مقتنع بيها، لما اساله هو انت بتصلي؟ يقول لي لا، ولا يعرف حاجه. عشان لو سالته تعرف قل والله ولا تعرف، قلت له الفتحه او الاخلاص مش هيعرف. عشان دايما النقطه اللي بيقعد يضحك بيها الناس يقول لك اصل احنا شعب متدين بطبعه. هو انت عشان متدين لازم الاب والام يفضلوا وراه ويعلموا ويربيه، بينما اللي بيحصل ايه؟ انت بتطلعي جيل ناقم على البلد، ناقم على اهله، ما يعرفش حاجه. ده مهم بالنسبه لي، الستات توقف حمل ازاي؟ ايه هي الموانع اللي تعملها؟ بعد ما تولد يوم الـ40 تروح تتكلم مع دكتور النساء، تشوف حالتها الصحيه، هل يا ترى هي مريض مثلا زي ضغط او سكر او قلب ولا لا، يبدا يحكي لها وسائل منع الحمل المتاحه. في حاجه اسمها اللولب، امنه جدا، ميزتها ان هي وسيله. بس بيقولوا ان هي ساعات بيحملوا عليها يا دكتور. بصي ما هي بتحمل ازاي؟ ان انا بركب اللولب، بقول للست تعالي لي كل سنه هنعمل سونار نتاكد اللولب في مكانه. الست تركب يعني هو لو في مكانه لا يمكن يحصل حمل. طبعا لما بيحصل نسب الحمل دي لما بيتحرك الست تركب اللولب وتفك. وممكن يتحرك كل قد ايه يا دكتور؟ هي لو هي جت كل سنه وانا بعمل لها السونار اقدر الحقه لو ابتدى يتحرك، ما هو مش بيتحرك مره واحده، بيبدا يتحرك حته حته. بينما هي الست تركب اللولب وتنساب الست 7 سنين ما تروحش لدكتور النساء، يتحرك من مكانه فيجي الحمل. فانا لما انا بركب اللولب بقول لها انت لازم تجي لي كل سنه. حتى اقراص منع الحمل بفهم الست الاقراص، في بعض الستات ما ينفعش تاخد اقراص مثلا منع الحمل، مثلا لو هي ضغطها مش متظبط، سكرها مش متظبط، مريضه قلب، عندها تاريخ مرضي. بتمنع ميه ساعات اقراص منع الحمل دي دكتور؟ نقول للناس الكلام ده في الاقراص بتاع زمان، دلوقتي الاقراص اللي متوفره وموجوده كويسه جدا، امنه، ما لهاش اي مضاعفات، بس احنا لازم نستخدمها. اللي بيحصل ايه بقى؟ ان الست تحمل تولد هي زادت في الحمل بتاع 25 كيلو مثلا. بعد ما تولد بعد ما تولد مامتها تقول لها انت عشان ترضعي انت لازم تاكلي سكريات، فتقعد تاكلها حلاوه مغلقه، لازم خروف يتحط، فتقعد تاكل، فهي تقول لك يا دكتور ده الاقراص هي اللي مطخناني. مش الاقراص هي اللي مطخناكي، اللي مطخني كتر الاكل. الكلام ده جارح. الكلام ده جارح جدا. ما هو ده اللي بيحصل. هي ما بتلعبش رياضه، ما عندناش ثقافه ان احنا نتحرك ولا نلعب رياضه، وهي قاعده بتاكل ليل ونهار، فتقول الاقراص هي اللي مطخني. لا هو اللي بيتخنها. لا على فكره الاقراص هي اللي بتملى ميه. هي مصممه ان دي ميه، انت فاكرها دهون؟ دي ميه على فكره. ماشي يا دكتور كلامك جريح قوي، بس مش مشكله. المهم يعني ان هي لازم في يوم الـ40 تروح للدكتور، تروح للدكتور وتتكلم معاه، هي الوسيله المناسبه ليها وتمشي عليها. وانا اشوف ان الستات المصريين لا تركب لولب لسبب، لانه الـ الـ البرشام الحاجات دي بننسى ده طبعا، وده خلي بالك محتاج نوع من التعليم، ان الواحده تبقى متعلمه عشان اقول لها تقدر تاخد القرص يوميا لمده 21 يوم تريح اسبوع. ما هو لازم بنفس الساعه في نفس الثانيه في نفس مش عارف ايه، عشان الست تقدر تفهم الكلام ده هي لازم يكون عندها قدر من التعليم. فارجع واقول لك اللي يحل لك كل مشاكلك
هو التعليم، مفيش ولا بنت تتسرب من التعليم، البنت اللي هتتعلم صح. مش هي دي اللي هتتجوز وهي صغيره. حتى لو مش هتكمل جامعه على فكره، او حتى لو الولد مش هيكمل جامعه لازم يخش يدرس لحد الثانويه، يعني لازم يبقى فاهم، يعني لازم يعرف يقرا، لازم يعرف يكتب عشان محدش يضحك عليه، لازم يبقى فاهم الدنيا صح. طيب استاذ علاء، انتوا عاملين حمله دلوقتي اللي هو اتنين بس، اتنين كفايه؟ احنا صورنا تقرير معاكم، حابين ان احنا نروح نشوفه. تعالوا نروح نشوف التقرير ونرجع نكمل معاكم. برعاية وتنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، اختتمت اليوم أعمال سلسلة ورش اتنين كفاية. الورش دي بتستهدف 100 جمعية أهلية من 10 محافظات كمرحلة أولى. المحافظات دي هي الأعلى في الخصوبة والأكثر فقرا. هدف الورش هو التوعية بأبعاد القضية السكانية في مصر. احنا النهاردة معانا آخر ورشة عمل من 3 ورش، معانا 100 جمعية أهلية، تم تدريب مدير المشروع الخاص بمشروع 2 كفاية والمحاسبين على حزمة متكاملة. يعني كان الحقيقة جدول أعمال دسم شوية كبداية لإطلاق المشروع. المشروع بتاعنا 2 كفاية بيستهدف 1,148,000 سيدة مستفيدة من برنامج تكافل وعندها ما بين طفل لثلاث أطفال. الهدف من المشروع هو الحد من الزيادة السكانية وتحقيق ثبات في عدد المواليد بين هذه الأسر. احنا كان لازم ان احنا نقف مع بعض وقفة اللي هي بنقول فيها انت حضرتك هتاخد من عندي فلوس، لما هتيجي تسوي هتسوي ازاي؟ هو ده اللي احنا عاوزين نقول، او بمعنى اخر انا اديتك فلوس، حاجة من الاتنين، يا تديني الفلوس اللي انا اديتها لك، يا تديني ورق ومستندات تفيد عملية الصرف ان حضرتك صرفت هذه المبالغ في الأغراض المخصصة من أجلها. بيقوم برنامج 2 كفاية على الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، وبيشمل البرنامج عدة جلسات اتقسمت بين وزارة الصحة والمجلس القومي للمرأة ووزارة التضامن، وبتستهدف بالأساس مديرين المشروع بالمحافظات المستهدفة والمحاسب المسؤول عن المشروع. بدون شك طبعا المحاضرات كانت على مستوى عالي جدا. احنا كقصد اداري مديرين ومحاسبين استفدنا كتير منها، بالذات اللي هي بتناقش الدورة المستندية الكاملة للمشروع، بتناقشنا في الواقع في جميع بنود المشروع الخاص بمشروع 2 كفاية. ورش العمل دي داخلها فيه بيبقى شغل كأنك انت نازلة الميدان، يعني هما بيدربونا انت لو موجودة على أرض الواقع في المشروع انت هتشتغل ازاي. بيبقى فيه تدريب ميداني ليكي، عبارة عن عمل زي مسرحيات كده داخلية جوه المشروع عشان تعرفي ازاي هتتعاملي مع المواقف اللي انت هتقابليها لما تنزلي تشتغلي ميداني، لان احنا المشروع بتاعنا كله ميداني، عبارة عن طرق، جزء كبير منه طرق الأبواب وندوات داخل القرى اللي احنا نشتغل فيها. بينزل المنسقين بتوع وزارة التضامن الاجتماعي بيختاروا عينة من الأسر دي، وطبعا بيشوف ايه مدى التغير اللي حصل بيه عن طريق الخدمة اللي قدمت خلال الفترة. اللي الحاضرين في هذه الورشة من الجمعيات الأهلية بيقع عليهم دور كبير في تنفيذ خطة وزارة التضامن الاجتماعي للحد من الزيادة السكانية ووضع خطط التنفيذ على أرض الواقع داخل المحافظات المستهدفة والمتابعة مع الوزارة. أسماء خليفة، أنا والناس. أستاذ علاء، وصلتوا لحد فين دلوقتي في المشروع ده، وايه التوعيه اللي هتقدموها للناس وهتتنفذ ازاي؟ بصي، احنا بنشتغل من خلال المشروع على 3 محاور اساسيه. المحور الاول خاص بالتوعيه، والشغل التوعوي هنا ليه شقين، شق خاص بحملات طرق الابواب، ودي حملات مباشره واتصال مباشر مع السيدات في المنازل، وده من خلال الجمعيات الاهليه ومجموعه من المتطوعين. وشق المحور الثاني بنتكلم على الخدمات العلاجيه اللي هي خدمات عيادات تنظيم الاسره. احنا عندنا حاليا عدد 70 جمعيه أهل، 70 عياده تابعه لجمعيه اهليه بتقدم خدمات تنظيم الاسره، هتقدم خدمات تنظيم الاسره من خلال البرنامج. الشق الثالث، المحور الثالث للعمل برنامج، هو محور المتابعه والتقييم وقياس الاسر، وهنشوف من خلال المتابعه والتقييم وقياس الاسر ارتفاع نسب الطلب ما بين السيدات المستفيدات من برنامج تكافل على استخدام وسائل تنظيم الأسرة.
هو ممكن يبقى في ضريبه؟ انا سمعت ان في ضريبه ممكن تتفرض على الطفل الثالث، هل ده ممكن يتنفس فعلا ولا لا؟ لا ما عنديش خلفيه عن حاجه زي كده خالص. طيب هل مثلا ممكن فكرتوا في ان اللي هتخلف مثلا تاني ممكن تتحرم من موضوع التكافل وكرامه او حاجه زي كده، ولا ما فكرتوش؟ بص هقول لحضرتك على حاجه، احنا ليه بنستهدف الاسر المستفيده من برنامج تكافل؟ لان الاسر دي اوريدي مش ممكنه اقتصاديا وبتاخد معاش من وزاره التضامن. انا بحاول بحاول او رؤيه البرنامج من خلال الوزاره اللي هو تحقيق التنميه الشامله، التنميه الاجتماعيه الشامله والاقتصاديه للاسره، من خلال ان انا برفع وعي السيدات دولت تمام بمفهوم الاسره الصغيره زي ما دكتور عمرو. طب بس انا عايز اقول لك حاجه، ما احنا بقالنا كتير قوي بنتكلم معاهم في موضوع تنظيم الاسره وبنحاول نفهمهم ونوعيهم ونعلم ونقول يا جماعه نخف شويه كده كتير، ولكن شايف ان في نتيجه؟ ما بقالنا سنين طويله بنتكلم في القصص دي وبينزل لهم ناس وبيقعدوا يتكلموا معاهم، ولكن شايف في نتيجه حقيقيه على ارض الواقع؟ احنا لسه ما ابتدناش عمل برنامج فعليا ميدانيا، احنا لغايه دلوقتي كانت الفتره اللي فاتت فتره اعداد للبرنامج، وكان التقرير متصور في الاسبوع الماضي، كان بدايه ان احنا بنعد مديري البرنامج على مستوى الجمعيات الاهليه اللي عدد 100 جمعيه اهليه والمسؤول المالي، على اساس ان احنا نديهم الاسس الفنيه للبرنامج وايه الخطوات التنفيذيه والاليات بتاعتنا في التنفيذ. فلسه احنا ما نزلناش على ارض الواقع، لسه ما نزلناش عشان نقدر نقدم الخدمه الحقيقيه على ارض الواقع. انما انا اتوقع كوزاره التضامن الاجتماعي ان الاسر المستفيده من التكافل اللي احنا بنستهدفها وعندنا قاعده بيانات كامله عليها، ان اعتقد ان هيكون في اثر واثر كبير جدا خلال الفتره المقبله على ارتفاع نسب الطلب على استخدام وسائل تنظيم الاسره. ليه؟ لان احنا وجدنا من خلال قاعده البيانات بتاعتنا بتاعت وزاره التضامن الاجتماعي بالنسبه للاسره المستفيده ان في مناطق محرومه بالفعل من تقديم الخدمات العلاجيه الخاصه بتنظيم الاسره. فبالتالي احنا بنشتغل مع الجمعيات الاهليه على اتاحه هذه الخدمات الخاصه بتنظيم الاسره وتوصل للمناطق المحرومه. بالتالي كمان احنا عندنا شركاء اساسيين في البرنامج، عندنا وزاره الصحه والسكان ليها دور اساسي، دور اساسي في عمل قوافل طبيه في المناطق المحرومه في الريف وفي في الريف والمناطق المحرومه. نمره 2 توفير وسائل تنظيم الاسره. نمره 3 متابعه الجمعيات العيادات، المتابعه الفنيه للعيادات التابعه للجمعيات الاهليه. عندنا المجلس القومي للسكان بيشتغل معانا، هو بيحط بيشتغل معانا على تطوير اتاحه المعلومات بالنسبه لنا، المجلس القومي للسكان. عندنا كمان المجلس القومي للمراه لما له من باع في طرق الابواب، احنا بنشتغل معاه على اساس ان احنا نحط البرنامج المستهدف الاسر المستهدفه من برنامج تكافل في حملات طرق الابواب والتوعيه المباشره في كل فعاليات المجلس. عندنا كمان الجمعيات الاهليه ودول عدد 100 جمعيه، وعندنا صندوق الامم المتحده للسكان، وده معني بتدريب الكوادر البشريه. احنا عندنا 2250 كادر بشري هيشتغل معانا في البرنامج من خلال عدد 100 جمعيه، ما بين اطباء، ما بين ممرضات، ما بين رائدات ريفيات، ما بين متطوعين، على اساس ان احنا ندربهم ونؤهلهم على توصيل المعلومه على حملات الطرق الابواب. محتاج حد ينزل بس ليه يعني لمستوى التفكير، لانه في ناس بتبقى مستوى تعليمهم بسيط جدا بيفهموا بطريقه معينه، محتاج حد ينزل لهم ويتكلم معاهم بالطريقه اللي هم يفهموها، ان هو فاهم قصدي. فالرائدات الريفيات ده ممكن يكون حاجه كمان دي مهمه جدا طبعا. خليني اوضح كمان نقطه، بما ان حضرتك اثرتي هذا الموضوع، انا ما بستهدفش السيده فقط، انا بستهدف السيده واسرتها. وكمان احنا عندنا في بعض المناطق الجغرافيه في مصر في عادات وتقاليد وفي ثقافات مختلفه، في 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 قرى في ثقافه مختلفه، فهتلاقي مثلا الحمى هي نقطه القوه، فان انا كمان بمتد للاسره الممتده للسيده. اللي انتم بتوصلوا كمان للحمى يعني التوعيه مش قاصره. طبعا ليه لا، التوعيه مش قاصره على السيده، ولا التوعيه هتمتد للسيده واسرتها زوجها، وكمان للحمى لو كان ليها تاثير قوي على السيده. احنا هنعمل عدد 342 زياره طرق ابواب في الشهر، في اجمالي العام الاول 4,104,000 زياره. طيب دكتور عصام، اخيرا عايز اعرف منك، بشوف بنات كتير جدا هي عندها 14 سنه، يعني احنا ممكن نكون مش فاهمين الموضوع ده، وما بيفتكروا البنات هناك بتتجوز غصب عنهم.
تمام. ومش فاهمين البنت هي اللي عايز تتجوز. تمام. تمام. بشوف بنات عندها 13 سنه و14 سنه والبنت مستنيه تتجوز. تمام. وشايفه فعلا انها ابتدت تتعنس. ما هنا بقى تمام. يعني فاهم هنا كارثه يعني كارثه كبيره ان البنت في بعض المناطق والمحافظات عندنا بتشوف ان هي لما تتم 14 سنه لازم تتجوز بتبتدي تمام. تشتغل عشان تجهز نفسها ومامتها تدين عشان تجوزها وتجيب لها الجهاز تمام. اللي ما ينقصش حاجه. يعني احنا مش لاقيين ناكل ومعناش جنيه بس لازم نجيب غسالتين لازم نجيب مايكروويف دلوقتي تمام. ومش عارفه 24 ملايه ما تعرفش تدفع وفي الاخر تخش تبع الغريمات. اه ايوه ده حقيقي يا جماعه على فكره. طب ما ده في حاجه في الدين. ما ده حرام تمام. ان انا اجيب بنت عندها 14 سنه ادين عشان اتجوزها وانا ثقافتي مفهماها انها لازم تتجوز دلوقتي زي بنت خالتها وزي مش عارفه بنت مين وفي الشارع فين. يا اما انت كده بقى هتبقي عانس تمام. وفي الاخر هي اتجوزت مين؟ اتجوزت طفل زيها برضو تمام. ولا هو فاهم ولا هي فاهمه والله. اه والموضوع وعلى فكره الخيانه الزوجيه في بعض المناطق اللي زي دي منتشره جدا تمام. وبسمع قصص بتجيلي بتتبعت لي في خيانه زوجيه بسبب الجواز البدري ده والمشاكل الاسريه اللي بتحصل بتعمل خيانه زوجيه. هو شيء اكيد كل هذا موروثات اجتماعيه خاطئه 100% توارثها الناس جيلا عن جيل وللاسف الكل بيدفع ثمن هذه الضريبه ثمنا باهظا. الاسلام قرر شيء يسمى تحمل المسؤوليه وتبعيات المسؤوليه. بمعنى هذا الولد الذي ربما يريد ان يتزوج وما زال في مقتبل الحياه لا علم ولا وظيفه ولا يوجد عنده اي شيء من تحمل المسؤوليه، بيجي يتجوز البنت لا حول ولا قوه الا بالله، فاقد الشيء لا يعطيه، كيف يستقيم الظل والعود اعوج. الولد اساسا غير مؤهل من نواحي الرجولية أن يكون رجلا وغير مؤهل أن يكون متحملا لهذه المسؤولية. يعني أعجبني حقيقة مقولة ولد أنجب ولد. آه طفل جاب طفل أو طفل جاب طفل أو طفل بيربي طفل. مفيش. وبالتالي أين الإعالة؟ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. مفيش أي شيء يعطيه. يضاف إلى هذا البنت هذه الصغيرة الموروث الاجتماعي خلاص في سن 14 من العمر لابد ان تلتحق بقطار الزواج والا هتصبح عانس. سبحان الله يقول الله تعالى ولا تلقوا بيبقى لسه جسمها ما اكتملش اصلا. هي لما ما لسه ما بقتش ست لسه ما بقتش ست شيئا. لا هي تعي شيئا. كل اللي يعنيها الفستان الابيض والفرحه التي تفرحها يوم زواجها هذا كل ما يعنيها. اما يعني اين الرعايه الاجتماعيه؟ اين العطاء؟ اين الفداء؟ اين البذل؟ اين التضحيه؟ اين ما عندها لتعطيه لاولادها؟ لا شيء. طب وبتقولي بقى اخيرا للشيوخ اللي بيكتبوا عرفي ليهم هم ما هو ما شيوخ البلد هناك هي اللي بتكتب عرفي هي وبعد كده نستنى يتم السن القانوني ونكتب شرعي بعد كده. مأساة وللاسف للاسف الكل بيدفع ثمن هذه الضريبه. الاسلام بريء يعني براءه كبيره من صراع هذه الطبقات وهذه الافعال المشينه. يا جماعه اعمال العقول لابد ان يكون هنالك عقول فهم وعي ادراك لابد ان يكون هنالك وعي في المجتمع المأمول. لكن ان يسير الناس هكذا اللي بيعملهم وعي هناك هم بيثقوا هناك في الشيوخ اللي بيعملهم وعي هو اللي بيجوز عرفي. عشان كده احنا مستهدفين في البرنامج بتاعنا الوعظ الديني بصفه اساسيه. عايزين قوانين يا استاذ علاء. الوعظ الديني عايزين قوانين صارمه. ليه يحصل كده؟ هيتحبس. هو لو اتحبس مش هيعمل كده تاني. الشيخ اللي بيجوز عرفي ده يتحبس. انت بتجوز واحده عندها 14 سنه عرفي ده يتحبس ده قاعد ليه؟ لو اتحبس غيره مش هيعمل كده. لو اتطبق عليه قانون صارم وبجد مش هيعمل كده تاني. طيب انا بشكركم جدا نورتوني النهارده. عايزين حلقات تانية عشان موضوع منا والله بكلمك بجد منا خلف عايزين نوعي السيدات نشوف ممكن نديهم وسائل كتير ممكن استاذ اميره عايز تتكلم كلمه دينيه لوجه الله. اتفضل. الموروث الاجتماعي الموجود لدى الناس ان تنظيم الاسره حرام هذا كلام خطا 100%. الاسلام لم يقل هذا. تنظيم الاسره ضروره اجتماعيه تقرها الشريعه الاسلاميه. بالزبط. لابد للناس ان يفهموا هذا. لو اي شيخ بيتكلم ويقول لهم حرام حرام ازاي؟ ده في ناس عندها ثقافه ان تركيب اللوب او منع الحمل حرام. حرام. من قال لك هذا؟ من قال لك هذا؟ الحرام ان انا اجيب طفل وما اعرفش اصرف عليه. ضروره حياتيه. تنظيم الاسره ضروره حياتيه تقرها الشريعه الاسلاميه تقرها اقرارا. فينبغي ان ناخذ بهذا الكلام ولا نلتفت الى ادعياء العلم او الى هذا الكلام الساقط الذي يؤدي بنا الى السقوط والذوبان والسقوط في الهاويه. طيب انا بشكرك جدا جدا نورتوني النهارده. كلكم بشكركم جدا.
هيكون لينا لقاءات تانية نتكلم فيها عن ازاي ستات تنظم الأسرة وازاي تنظم حملها في حلقات جاية. هرجع لكم مرة تانية بعد الفاصل، استنونا.